لو إن الله يرزقني ابنا، حكمة قرأتها لأحد الفلاسفة وأحببت مشاركتها كما هي والعهدة على الراوي. وتقول الحكمة: لو إن الله يرزقني ابنا سأركز أن يكون البالون أكثر ألعابه وأشتريه له باستمرار. فلعبة البالون تعلمه الكثير من فنون الحياة، تعلمه أن يصبح كبيرا ولكن بلا ثقل وغرور حتى يستطيع الارتفاع نحو العلا، تعلمه فناء ما بين يديه في لحظة وفقدانه يمكن أن يكون بلا مبرر أو سبب. لذلك عليه أن لا يتشبث بالأمور الفانية ولا يهتم بها إلا بقدر معين. وإن أهم ما سيتعلمه هو أن لا يضغط كثيرا على الأشياء التي يحبها، وأن لا يلتصق بها لدرجة أن يؤذيها ويكتم أنفاسها، لأنه سيتسبب في انفجارها ويفقدها للأبد. بل الحب يكمن في إعطاء الحرية لمن نحبهم. وسيعلمه البالون أيضا إن المجاملة والمديح الكاذب وتعظيم الأشخاص للمصلحة يشبه النفخ الزائد في البالون، ففي النهاية سينفجر في وجهه وسيؤذي نفسه بنفسه. وفي النهاية سيدرك إن حياتنا كلها مرتبطة بخيط رفيع كالبالون المربوطة بخيط حريري لامع، ومع ذلك تراها ترقص في الهواء غير آبهة بقصر مدة حياتها أو ضعف ظروفها وإمكانياتها. نعم، سأشتري لابني البالون باستمرار، وأحرص أن أنتقي له من مختلف الألوان كي يحب ويتقبل الجميع بغض النظر عن أشكالهم وخلفياتهم وتفكيرهم. النص جميل وله قواعد كثيرة. تابعوني على قناتي معكم في التقديم مع التحيات، أنا سهير منير.